بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى لقاء جديد من هذا البرنامج الذي نسأل الله العلي القدير أن ينفع به الجميع. مرحبين بضيفنا الكريم معالي الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد المطلق، عضو هيئة كبار العلماء والمستشار في الديوان الملكي. السلام عليكم يا شيخ عبد الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله وحيا الله إخواني المشاهدين وأخواتي المشاهدات. والله تعالى نسأل أن يجعل لقاءنا مباركا وأن يعيننا فيه ويلهمنا السداد. اللهم أمين، وجزاكم الله خير الجزاء. وأذكركم بجوال البرنامج 0501785536. حياكم الله. بداية مع معالي الشيخ عبد الله، هذا يسأل عن تفسير قوله تعالى: لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، سيجعل الله بعد عسر يسرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. هذه الآية هي في نفقة الأولاد، والمنفق هو الوالد الأب أو الولي. والله تعالى يقول لينفق، يعني على هؤلاء الأولاد، ذو سعة، ذو غنى من سعته، والسعة هي الغنى. والله تعالى يقول: ولا يعتلي ولا يحلف أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله. لينفق ذو سعة من سعته، أي لينفق ذو الغنى من غنى، نفقة تليق به. لكن النوع الثاني: ومن قدر عليه رزقه، أي ضيق عليه رزقه ولم يكن غنيا، فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاه. ولذلك الآن قضاة الأحوال الشخصية تختلف النفقات عنده. يعني بعض الناس، بعض الأولاد الآن يفرضون له 1000 ريال في الشهر، بعضهم يفرضون له 500 ريال، وبعضهم يمكن يفرضون له أكثر أو أقل أو غير ذلك. ليه؟ كله عملا بهذه الآية. هذه الآية هي النص الذي يطبق، يراعى فيها حال الزوج المنفق. لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاه، سيجعل الله بعد عسر يسرا. هذه بشارة، رب يقول لنا سيجعل الله بعد عسر يسرا، مثل ما قال في الزواج: إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. هذه بشارة أيضا. ومثل قول الله تعالى: إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. هذه الآية يذكرونها، إذا ذكرت يذكرونها في أثر عن أبي عبيدة وعمر بن الخطاب رضي الله عنه. أبو عبيدة كان قائد قوات المسلمين في الشام، وكان قبل ذلك من كبار الصحابة، وكان يعيش عيشة الفقراء، يلبس الغليظ الخشن ويأكل الطعام الخشن. فسأل عن عمر فقيل إنه كذلك، يعني ما عندش. فأرسل عليه عمر نفقة، أرسل له نفقة. فلما وصلت إليه راح واشترى ثياب لينة وأكل طيب، وتغدى ويا الرسول اللي جاء من عمر. فرجع الرسول إلى عمر قال: والله يا أمير المؤمنين أعطيناه، وأبشرك الحمد لله، غير الثياب اللي عليه، راح اشترى له، وأيضا الملبس
يعني غير الأكل، الأكل غير الأكل الذي يأكله. فلما قال ذلك قال عمر: إن أبا عبيدة يتأول قول الله تعالى: لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، سيجعل الله بعد عسر يسرا. نعم، أحسن الله إليكم وأثابكم الله. معالي الشيخ عبد الله، متواصلين معكم ومع أسئلتكم. هذا يسأل الشيخ عبد الله يقول: هل يجوز للأم أن تعطي زكاة الأموال لابنها لتسديد الديون التي عليه، مع العلم أن الابن موظف ومستقل في بيته؟ إذا كان الابن يعجز عن السداد فإنه يجوز لأمه ولأبيه أن يصرف الزكاة في السداد، يجوز. لكن إذا كان هذا الدين مقسط على الراتب ويسدده بالراحة، مثل أغلب ديون البنوك الآن تكون في الثلث فأقل من الراتب وسيسدده بالراحة، حينئذ لا يجوز صرف الزكاة عليه. الزكاة تعطى للفقراء والمساكين، ما تعطى للأولاد. نعم، أحسن الله إليكم. هذا يسأل يقول: لدينا صندوق للعائلة والغرض منه قضاء الحاجة والمساعدة، فهل فيه زكاة؟ صناديق العائلة أقسام: قسم يضعون الصندوق للمضاربات وللعزايم اللي تجيهم، والقبائل اللي تجيهم يسوون لها عزيمة ومناسبات الأعياد، هذا فيه زكاة. وقسم يضعون صندوق يعني يساعدون به الأيتام، يستأجرون به للفقراء، يعالجون فيه الفقير، إذا وجد واحد عندهم تعطل سيارته ولا استطاع يسددها سددوا عنه، هذا ما فيه زكاة. ليه؟ لأن من مصارفه اللي يصرف فيها من مصارفه مصارف زكاة، فمثل هذا لا يزكى. نعم، أحسن الله إليكم. هذه السائلة يا شيخ عبد الله تقول: زوجي مقصر في الصلاة ومتهاون فيها، حيث يصلي فرضا ويترك آخر في بعض الأوقات، فماذا أفعل معه؟ أولا تنصحينه. جميل. وتخوفينه بالله. ثانيا تستعينين بأمه وأبوه وأخوه العاقل، علشان القضية ما تخرج من محيط الإسر. ثالثا إذا ما انفع فيه تستعينين بصالح أهلك، اللي إذا جاء مهم مثل ما يقولوا يكحلها ويعميها، لا، يجاي بأسلوب الطيب وكذا وبالليل وانت ولدنا وانت، ويحملونه على أن يؤدي الصلاة. هذه رقم ثلاثة. إذا ما انفع فيه هذه الأمور كلها فأنت تنظرين، إن كان أهلك إذا رحتي لهم بيرحبون فيك وبيجلس تجلسون عيالك عندهم ولهم مالينهم، روحي عند أهلك خليه شوي يتعلم يعرف الـ 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 يعني العزبة العزوبية، وتظنين أنت إن هذا بينفعه روحي، إذا ظنيت إن هذا بينفعه روحي لأهلك. إذا كان ما بحد مستقبل عيالك ولا يعني وين تروحين، أصبري أصبري عليه وذنبه على جنبه، ما في يد سحيلة. حتى شوفي الآن أسوأ مثال فرعون، يعني زوجك مهما بلغ ما هو بجاي مثل فرعون. امرأة فرعون باقي عنده في البيت وتقول: رب ابني لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. لكن متى هذا؟ إذا كان ما تستطيعين تطلعين عند أهلك أو في بيت مستقل، والموظفة تستطيع تطلع في بيت اللي ما هو موظف، وين تروح مسكينة؟ نعم، أحسن الله إليكم يا شيخ عبد الله. هذه السائلة تقول: علي قضاء منذ 17 عاما قرابة 30 يوما، والصيام صعب علي، فهل يجوز أن أطعم؟
يا إخواني عليها قضاء من 17 يوم، إذا قال سنة. لها الطبيب أنت ما تستطيعين خلاص تطعم. أي لكن إذا كانت الآن تصوم رمضان، القضاء من 17 يوم وكل سنة تصوم رمضان الآن، كيف نفسرها؟ خرج لنا الكلام يا شيخ. نعم من 17 سنة كل سنة تصوم رمضان وعاجزة من 17 سنة وكل سنة تصوم رمضان، هذه طول عمرك مثل ذاك اللي يقول مثل هذه ما تنترجع، وش نسوي؟ هذه الكسلانة يجب يا إخوان ها؟ نعم ما دامت صايمة رمضان السنة دي وإنه حر والعام الماضي أحر وقبله وقبله وهذا القضاء من 17 سنة، إذا جش تابعينها الله وتصوم إن شاء الله، وترى الصوم هو متتابع، لو تصوم الاثنين والخميس راح راحت انتهى دينها، لو تصوم يوم وتفطر يوم انتهي دينها. نعم أحسن الله إليكم يا شيخ عبد الله. هذا السائل يقول قريب لي فقير وأرغب إعطائه من الزكاة، فهل يلزمني إخباره أن هذا المبلغ زكاة؟ لا لا يلزم، لا يلزمك إخباره بأن هذا المبلغ زكاة. لماذا؟ لأنك ربما تجرحه إذا قلت إن هذا زكاة وهو قريب لك. لكن لو أن رجلا جاءك ما تعرفه وقال لك عطني وانت ما عندك إلا زكاة وما تدري هو من أهل الزكاة أو لا، أو أنت تروح تعطيه قبل أن يسأل لأنك تشوف عليه آثار الحياة وخايف أن أنت إنه محتاج، فتقول له يا أخي الله يرضى عليك ترى أنا عندي زكاة إن كانك من أهلها فوالله أني ودي أعطيك، هذا ما في بأس، ما في بأس لأن هذا لا يجرحه. نعم أحسن الله إليكم يا شيخ عبد الله. نتوقف مع هذا الفاصل ثم نعود معكم بإذن الله تعالى. مرحبا بكم مجددا وبشيخنا الكريم الشيخ عبد الله بن محمد المطلق. يا شيخ عبد الله، هذا السائل يقول هل يجوز قراءة القرآن من المصحف في صلاة الفريضة؟ هذا اختلف فيه العلماء، الجمهور يجيزونه والأحناف يمنعونه والمالكية يكرهونه، هذا في الفريضة. أما في النافلة فإنه يجوز عند جماهير العلماء، ويستدلون بغلام عائشة كان يصلي بها غلامها عبدها اسمه ذكوان وكان يقرأ من المصحف، صلي بها التراويح في رمضان، صلاة القيام في رمضان. نعم أحسن الله إليكم وأثابكم الله. هذا يقول بارك الله فيكم، شخص فاتته فريضة الظهر وحان وقت صلاة العصر، فهل يصلي الظهر أم العصر؟ هو يصلي الظهر وهم يصلون العصر، يكبر معهم بنية الظهر وهم يصلون العصر، فإذا سلم الإمام يسلم معه ويكون قد أنهى صلاة الظهر، ثم يقوم ويصلي العصر، ولعله يجد أيضا أناسا يقضون ويصلي معهم العصر. نعم، نعم بارك الله فيكم. هذا السائل آخر يقول علي 5 كفارات يمين، فما هي الكفارة في ذلك؟ الكفارة الآن المتيسر إطعام 10 مساكين، وعشرة مساكين المسكين 1.5 كيلو معناه 15 كيلو، والعلماء يزيدون 1.5 كيلو لأن يخرجون رز فقط ما لا مع لحم ولا زيت ولا شيء، ولا فيجعلون الزيادة مقابل هذه الأشياء التي توضع مع أثناء الأكل. فعندنا الآن كيس الأرز أبو 10 كيلو
بعض العلماء يجعله يعني يكفي سبعة، يجعله يكفي سبعة مساكين على كيلو ونص يتسامحون فيها النص، ويزيد ثلاثة مساكين آخرين أيضا خمسة، يصير 15 كيلو، فكلها عن 10 مساكين من الأرز. وإن أراد أن يذهب إلى الجمعية ويقول لهم عندي كفارة يمين، وهم يأخذون منه نقود ويشترون ويوصلون إلى الفقراء، فالحمد لله الجمعيات الآن متوفرة وموجودة الآن في جميع المحافظات عندنا في المملكة، والقائمين عليها أيضا الآن إخوة ثقات بحمد الله وفضله، يعني فهم يخدمون الناس في مثل هذه المجالات. جمعيات البر الخيرية هي من أحسن ما يخدم الناس في الكفارات، ومثلها جمعيات الأيتام. نعم، أحسن الله إليكم يا شيخ عبد الله. هذا السائل يقول: حصل بيني وبين زوجتي خلاف، ثم قلت لها أنت علي مثل أمي، والآن أرغب الرجوع لها، فماذا أفعل؟ لا، أنت لم تطلقها لكنك ظاهرت منها، والمظاهرة معصية كبيرة. رب العالمين يقول في سورة المجادلة: وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا. فالظهار منكر من القول وزور، نسأل الله العافية والسلامة. ولهذا فإن على شسمه الرجل أن يتقي الله وألا يعود إلى المظاهرة، ثم عليه أيضا ألا يمسها حتى يخرج الكفارة، والكفارة عتق رقبة، وهذا صعب في هذا العصر. صيام شهرين متتابعين إن كان قادر، وإن لم يكن قادر فيطعم 60 مسكينا. نعم، أحسن الله إليكم. هذا يقول: ماذا يفعل من يحس بخروج قطرات من البول بعد قضاء الحاجة والتطهر من ذلك، وهل هو وسواس؟ هو إما أن يكون وسواس أو مرض، ونريد أن نفرق بين الوسواس والمرض. الوسواس يزداد عند الصلوات، يعني لو فيه الآن واحد بيبول الضحى ما يجيه الوسواس، ما يشغله. لو يبول بعد العصر ما يشغله، لو يبول بعد العشاء ما يشغله، الله يكرمكم، لكن يشغله في أوقات الصلاة. ولذلك إذا أذن المؤذن الشيطان ينزل في أسفل البطن، ثم كأنه بيخرج البول، فإذا دخلت دورة المياه ما عاد ينقطع، يقطر يبطي، بعضهم يجلس نص ساعة لين تفوت الصلاة. هذا وسواس. أما إذا كان الإنسان لا، إذا بال في الضحى أو بعد العشاء مثل اللي يبول في وقت الصلاة دائما يطلع منه شوي يطلع منه، هذا مرض، هذا سلس. والإنسان إذا كان فيه سلس حاجة يضع لها حاجة ما يعني ينتقل البول إلى السراويل ويصلي، يعني خروجه لا ينقض وضوء، السلس خروج البول لا ينقض الوضوء. ليه؟ لأن عندنا 4 أحداث دائمة أو 5، خلينا ناخذ عندنا واحد معه بواسير يطلع منه دم مسكين، عندنا امرأة معها نزيف استحاضة، عندنا رجل معه يعني شرخ في الشرج ودائما يطلع منها شيء ما يدري عنه، عندنا واحد معه سلس بول دائما يخرج منه ما يتحكم فيه، عندنا واحد مع سلس غازات يخرج منه مسكين بدون إرادته. كل هؤلاء لا ينقض وضوءهم هذا الحدث الدائم، يتوضأ ثم يصلي إلين يجي الوقت الآخر. إذا أتى الوقت الآخر فإنه حينئذ يتوضأ لذلك الوقت ويصلي به ما شاء من فروض ونوافل. نعم، أحسن الله إليكم. هذا يقول: بارك الله فيكم، في صلاة الجمعة أو في غيرها، هل النعاس أو النوم ينقض
الوضوء إذا كنت في المسجد؟ النعاس يا إخواني إذا كان الإنسان منسدح ينقض الوضوء إذا نام بحيث أنه ما عاد يحس باللي يدخل عليه وعنده، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول العين وكاء السهي، فمن نام فليتوضأ. أما إذا كان الإنسان جالس مثل اللي جالسين في المسجد ولكنه هكذا ينوم أو فهذا لا ينقض الوضوء، لأن الصحابة كانوا ينتظرون الصلاة وكانوا يتعبون، مساكين فلاحين وحالتهم يعني صعبة جدا، فكانوا ينامون وهم في انتظار صلاة العشاء، ومع ذلك لا يتوضعون لأنهم كانوا ينامون والإنسان جالس، الإنسان جالس ممكن مقعدته من الأرض. هذا النوم في هذه الحالة لا ينقض الوضوء. أحسن الله إليكم. هذا سائل آخر عبر جوال البرنامج يقول طلقت زوجتي طلقة واحدة وأريد أن أراجعها، فماذا علي من فعل؟ راجعها الطلقة الأولى والطلقة الثانية، يراجعها الإنسان، بس رب العالمين يريد منه أن يشهد، لأن الله تعالى يقول وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله. لكن يا أحبابي يجب على الإنسان إذا أراد أن يطلق أنه ما يتسرع، لا يجوز أبدا للإنسان أن يطلق والمرأة حائض أو نفساء أو في طهر سبق أن جامعها فيه، ينتظر. والله يا إخواني الآن نتألم من أن بعض إخواننا الآن يغلق على نفسه، يغلق من يوم يطلق يصبح كاتب الجسمة القاضي، يروح القاضي سجل، القاضي يقول له لا، يقول لا يا رجال سجل أنا مطلس خالص. ثم إذا سجل القاضي بعد شهرين ثلاثة تأسف، يجي عاده لنا ويقول القاضي تساذب علي، أنا ما قلت. تساذب عليك القاضي؟ القاضي أوثق منك، سفن قاضي من قضاة المسلمين جايك، وبعدين منت بالآن أنت موقعين على الضبط؟ قال لا أنا ما قلت، أنا ما أنت موقعين على الضبط الآن. يا إخواني الإنسان إذا طلق لا يروح يسجل، لا تأخذون صكوك إلا عندما تريد أن تقطع النفقة، إذا أنت بتقطع النفقة خلا تروح تأخذ من الضمان الاجتماعي، طلع صك. أما إذا كان ما أنت بقاطع عنها النفقة وهو واجب لها النفقة في العدة، يجب أن تنفق عليها في العدة، فأنت انتظر لين نهاية العدة، إذا جت نهاية العدة رح للقاضي ولين زد صفة اللي في ذهنك وخلصت وانتهيت، وطلق طلاق السنة واعمل بكلام القاضي. القاضي يا أخي دائما ينصح لك، القاضي دائما يرحمك ويرحم أطفالك وزوجتك. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخ عبد الله. يسأل يقول ما حكم أخذ الأب من مهر ابنته لنفسه أو لأجل مصاريف زواج الابنة؟ أما لأجل مصاريف الزواج فيجوز، يعني هذه مصاريف الزواج، وأما لنفسه فإن كانت في حاجة ماسة إليه فلا ينبغي له أن يأخذ منها، وإذا لم تكن يجوز للأب. يا إخواني الأب يجوز له أن يتملك من مال ولده ما لا يضر الولد وما يحتاجه الأب، وأنتم تعرفون حديث الرسول عندما قال للولد أنت ومالك لأبيك. لكن يا إخواني لا يجوز للأب أنه يأخذ، المرأة مسكينة مهرها مو بجاية في حياتها إلا مرة واحدة، يعني فلماذا الآن تسطو عليه وتأخذه؟ وقد مر بنا نماذج يا إخواني، نماذج سيئة جدا ولا فيها توفيق، الأب يأخذ غالبية المهر وخليه يقول له لصرفي نفسك، ويمسكينها تبي تروح للزوج معها أطياب ومع ثياب ومع، وهذه أيضا من المشاكل. لذلك يا إخواني أغلب القضايا الآن اللي تجينا الزوج يقول رجعوا لي حقي، المرأة ما عاد بقي من حقي شيء،
شرتها ضيعتها على ما يقولون العوام عندنا، يقولون العوام ضيعتها في خرزة وبرزة. ها رحت. ولو أن النساء يعني يصير عندهن شوي نظر في عواقب الأمور كانت توفر جزء من المهر أو أكثره. ما تدري ربما هذا الزوج يقول يلا حطوني مهري، تخلي كثيرا من الأشياء تخليها بعدين. لكن الله يهدي بعض بناتنا، لو تعطيها مليون ما بقي عندها 3 أشهر، ولا تدري، ما تحسب، ما تعرف عواقب الأمور، ما تنظر في مثل هذه الأمور. نعم. في ختام هذه الحلقة يا شيخ عبد الله، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك في موازين حسناتكم، وجزاكم الله خير. وأنا أيضا في ختام هذه الحلقة أدعو لك ولإخوانك أن الله تعالى يغفر ذنوبكم وييسر أموركم، وأدعو الله تعالى لنا ولوالدينا أن الله تعالى يغفر ذنوبنا ويرحم موتانا ويستر عيوبنا ويصلح أحوالنا، وأدعو الله تعالى لإخواننا المرابطين على الحدود وفي معاقل وزارة الصحة أن الله تعالى يحفظهم بحفظه ويكلأهم بعنايته ويعجل لهم من النصر ما وعدهم، وأدعو الله تعالى لولاة أمرنا أن الله يحفظهم بحفظه ويكلأهم بعنايته وأن يعز بهم دينه ويعلي بهم كلمته، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. إخوة الإيمان، إلى هنا ونأتي إلى ختام حلقة هذا اليوم من برنامج فتاوى مع ضيفنا الكريم معالي الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد المطلق، عضو هيئة كبار العلماء المستشار في الديوان الملكي، جزا الله الشيخ خير الجزاء. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا جميعا بما سمعنا، ونلقاكم بإذن الله تعالى في لقاء مقبل. حتى ذلكم الحين وفي كل حين نستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.